ننتقل حاليا لي حمزة وتعرضها للهجوم بعد ظهورها الأول بدون حجاب، فنزلت هذا المقطع على حسابها بالإنستغرام كانت قاعدة تتمكياج بيه، فكلكم انتصار تهجمون عليها إنه هي لما كانت محجبة ما كانت شي تسوي، وإنه واضح عليها لا هي ندمانة ولا هي متضررة يعني أصلاً، وإنه بالحجاب كانت أحلى، ولكنها وقفت الكومنتات على المقطع. بالإضافة خطيب لي حمزة اللي هو حسام طلع ورد على الموضوع بطريقة غير مباشرة لما نزل هذا التيك توك كاتب لما أسمع كلام غلط عني بس مالي خلق أبرر، واللي يقصد إنه هو لما الناس كلها صارت تتهمه إنه شخص مو زين وإنه هو شخص اللي أذى ليا، فأغلب الكومنتات صار يكتبون انه حسام هذا شخص زين وان انت اللي ربحت وان هو كان قلبه طيب ولكن هي اللي كانت غلط. فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم يا حبايب الموضوع.